بيان الخارجية العراقية، أتصور أنه من الممكن أن يكون يعني تعليق المفاوضات حوله. ليش؟ ليش؟ هو لهسه البيان الخارجية يقول لأسباب إقليمية، يعني نتيجة الأوضاع في الثورات الأخيرة. أنا في رأيي حتى لا تضع نفسها الخارجية العراقية في حرج، لأنه الأمريكان صرحوا، هو البيان الخارجية العراقية يمتى؟ بعد أن صرح الأمريكي قال طبعًا. أنا ما أنسحب من الأراضي العراقية طبعًا. فالخارجية العراقية شافت روحها أنه إذا تسكت شوية فشلة عليها ما معقولة، فخلت رد. الرد شلون؟ ردت هالمرة رد دبلوماسي كلش، يعني حتى بالنسبة لي أنا أشوفه مو مريح. يعني شنو الوضع الإقليمي؟ شكو إذا الوضع الإقليمي احتمالية أن تكون حرب مفتوحة، خب هذا بالعكس هذا يساعدني كعراق أن أنا ما محتاج أن أبقي لي قوات دولية لأمريكا مشتركة بهذه الحرب، قد تستخدم الأرض العراقية للانطلاق في إشعال هذه الحرب. مو المفروض تستغل الفرصة، المفروض تستغل الفرصة وتضغط، عندك أدوات ضغط بمفاوضات. أحسنت. لذلك بس هي أكو مفاوضات لو ماكو هسه لو قبل هسه خلال الفترة السابقة. الفترة السابقة نعم لا كانت. مفاوضات على إخراجهم من نعم العراق. نعم 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 من خلال اللجان. نعم من خلال اللجان المشتركة، اجتمعت 4 اجتماعات اللجان المشتركة منذ أن قبل زيارة السيد رئيس الوزراء إلى واشنطن.